المركزيه النقابيه ديالنا كتخلد هذه الذكرى ديال الفاتح معي تحت شعار تعبئه وطنيه لمواجهه غلاء المعيشه. اليوم المغاربه كيعرفوا كاملين بالاسر ديالهم بولادهم بالمتقاعدين بالشيوخ ديالهم بالشباب ديالهم كيعرفوا هذه الزياده الصاروخيه اليوم اللي عرفتها المواد الغذائيه، عرفتها المواد المحروقات، عرفتها المواد يعني المواد الاساسيه، حتى الخضار اللي كانوا الفئات البسيطه والفئات الهشه كتقوت. دابا المغرب ما بقاش كيفكر في اللحم ولا الدجاج ولا كذا، دابا ولا كيفكر عارف البصله ومطيشه كيفاش غادي والبطاطا كيفاش غادي يشريهم. وبالتالي اليوم حنا بهذه المسيره هذا الغلاء ديال المعيشه هو الان الديدان ديال المغاربه كاملين. نحن ننحاز الى الطبقه العماليه، ننحاز الى ذوي الدخل المحدود، ننحاز الى ذوي المعاشات الهزيله، ننحاز اليوم الى الاسر الهشه. وبالتالي بهذه الشعارات بهذه الاحتجاجات بهذه المطالب اللي رافعينها اليوم النقابات ديالنا النقابات القطاعيه النقابات ديال القطاع الخاص النقابات ديال الموظفين، هذه الشعارات كنبوا الحكومه باش تاخذ اجراءات سريعه اليوم من اجل تضييق ديال الهامش ديال الربح ديال هذه الشركات المحروقات وغيرها ديال الموردين ديال المصدرين. مجموعه ديال الشركات الان فاقت الارباح ديالها لا في اثناء كورونا ولا من بعد كورونا، وبالتالي ضروره الحكومه تاخذ اجراءات استعجاليه لفك هذا الاحتقان لمعالجه هذه الاختلالات حتى لترجع الاسعار الى وضعيتها، ولما لا تراجع كذلك حتى الماجورين الاجور الدنيا والاجور المحدوده ديال المعاشات من اجل مواكبه هذا الانهيار ديال القدره الشرائيه. وما بغيناش الوطن ديالنا لا قدر الله نصلوا لما لا يحمد عقباه. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.